أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هو اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، إذن لازم تقرأوا الكتب، المطالعة جميلة. اليوم أقدم لكم الشاعر محمد أخضر السائحي. عمو يزيد قال لكم أغنية نقول فيها: بما أني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. انتوما والأصدقاء لم يشوفوا فينا ثاني قدروا يشاركوا بالحضور كما حضرتوا انتوما عن طريق موقع الانترنت عمويزيد.com والضغط على زرار آراء وملاحظات. عمو يزيد راح يقرأ البريد نتاعكم في الأسبوع المقبل، نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي: أجمل هدايا يهدول هيا نصفق ونغني. تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.